اليوم كنجيو تضامنا لفائده الضحايا ديال شهود زور اللي طلبوا منا باش نعطيهم يعني نواكبوهم ونديروا لهم التعبئه باش يديروا واحد وقفه قانونيه باش يعني يصرحوا بالضرر اللي حصلوا عليه. كاينين هنا اشخاص دوزوا حبس ظلما وعدوانا، ناس 4 ولا 5 الاشخاص دوزوا حبس بسبب ديالهم شهود زور. المنظمه واكبت هذه القضيه هذه تقريبا شي شهرين، وحنا نترصدوا بعض الاشخاص مشتبه بهم كيقوموا بالسمسره في المحيط ديال المحكمه، وكذلك كيحد الشهود بالادلاء بشهاده الزور، تم الاعتقال ديالو، ومع الاسف الشديد انه تيتم اطلاق السراح ديالو. نهار الاثنين فاش كنجيو يعني كنلقاو في حاله سراح، ما زاد يعني الشهود والضحايا ديالو يعني حسوا بالحقره، وهما قالوا لك لابد ما نحتجوا باش العالم يسرق لنا الاخبار كيفاش واحد يعني تعتقل في حاله تلبس وهو كيحرض شهود باش يدلي بشهاده الزور، وهذوك شهود الزور اللي كان طالبوا بالاعتقال ديالهم يعني صرحوا بالشهادات ديالهم في العشرات ديال الملفات كيروجوا في المحاكم. يعني كيفاش واحد شاهد كيدوز في الملف ديال العقار، في الملف ديال الضرب والجار، في الملف يعني كاينين هنا ناس وعائلات راه تدمروا. هاد الاشخاص اللي حداكم هنا ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش ملف خاص به ودوز فيها الحبس. كيفاش هاد الشاهد كزور كيجي يدي اليمين في وسط المحكمه كيشهد وكيخرب اسره؟ عند الناس هنا راه في السجن دوزوا الحبس، تدمرات الاسره ديالهم، مشاو العمل ديالهم. انا هاد الشاهد زور ما جاش لا واحد شهاده في واحد ملف معين، يعني كيشهد في الضرب والجرح، غدا يشهد في العقار، غدا يشهد في الاستمرار. عندي السيده جات البارح هي حيه وداروا ليها بلينا ماتت. دابا ماتت في القانون وهي حيه ترزاق. شكون اللي عطي الحق هاد المراه؟ وهي مسنه ما قدرت تشكي ما قدرت تمشي حتى بلاصه. شكون اللي كيحمي هاد المستمصره؟ وشكون اللي كيحمي هاد المجرمين وهاد شهود الزور اللي تبت التورط ديالو انه شد واحد ملف الثاني الثالث خصو يتعتقل؟ احنا موجودين هنا قدام المحكمه ديال انزكان، واحد مجموعه ديال الضحايا تعرضوا الناس من طرف سميتو شهود الزور، وانا واحد منهم. تعرضت سميتو، وهاد شهود ديال الزور كان دعمهم واحد سميتو هاد المافيا العقار. المافيا العقار هي اللي مخدماهم، وكمي فين ما كان شي ملك كيمشي وكيدوروا به كيديو هاد الشهود، وهاد الشهود نفس الاشخاص كيشهدوا في جميع المناطق بالاخص بولفاع. بولفاع راه في واحد الحاله لا يرثى لها، كارثه من سميتو من جهه هاد الناس، هاد الشهود ديال الزور. وكتلقاهم في الصباح في العشيه هما وكيشهدوا في استمرارات في البيوع، في العقود، في جميع الضرب والجرح وكل شيء. انا دابا راه شهدوا عليا في الضرب والجرح وهما ما شافوا والو. وسميتو مع تسعود اليوم 28/11/2022 يلا خرجت من الجلسه بسبب شهود ديال الزور. شهادتي بيا مزوره، شهود ديال الزور يلا خرجنا دابا. ودوز الحبس انا وولدي وجوج دخوت، ها واحد فيهم، واحد راه ما مسالي ما جاش، الدري حتى هو راه الله يعاونو، ودوز الحبس ظلما وعدوانا عوض هاد الشهود ديال الزور. كيطلعوا للجلسه كيسولوهم وعندهم تناقضات وكاينين اللي ثابت عليهم، سميتو كيعطيهم الاسئله وثابت عليهم شهاده الزور، كيرخيوهم وكيشدوا الضحايا كيجذبوهم في الحبس. هادشي ماشي معقول، هادشي لا يعقل. حنا دابا كنطلبوا من الله والملك ديال البلاد والوكيل والنيابه العامه سميتو رئاسه النيابه العامه في الرباط، السيد المجلس الاعلى للسلطات القضائيه يتدخل لينا في الامور ديالنا والملفات ديالنا، يجي ويحققوا معنا، ولو يديروا لنا مواجهه، ولو يديروا اي حاجه تكون ممكنه يديروها معنا. هاد الشهود الزور ديروا لنا شي حل، راه تكرفسوا على ممتلكاتنا وتكرفسوا على المواطن وتكرفسوا وفسدوا بزاف ديال الادارات، وكاين واحد المافيا العقاريه راه كتدعمهم حتى في الادارات كتدعمهم. انا براسي راه مشات لي 100 هكتار باقي حاليا في المحاكم، عندي الدواسه في المحكمه الابتدائيه وعندي الدواسه في المحكمه الاستئناف وعندي في المجلس الاعلى. درنا الشكايه للمجلس الاعلى كنتسنى شي خبر جديد ان شاء الله، الله ينصر سيدنا. كنطلب المسؤولين يتعاون معنا يوقف معنا في هذا الشيء، هذا الشيء راه بزاف.